متوفيات جديدة هي على حاصلة يومية يتم تسجيلها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في الجزائر، كما تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بهذا الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 716 حالة مؤكدة و44 حالة وفاة و46 حالة. الو، صباح الخير سوما، لاباس؟ والله بيان الحمد لله ربي خويا، الحمد لله. هاني في الدار سوما. يا دوك نجي سوالك، دوك شنو يبارك نجي سوالك. واش سوما؟ واش محمد؟ اهلا خويا. اهلا يا باسم. صح الباسم خيرو. والله صح الباسم الحمد لله. واش الحال؟ بيان والله. مش جديده هاي ترون خلاص. كيف درنا؟ روحت وين اشرف نزو اشرف روحت والجماعه هاي مليك هاي سلام. بدنا الايضا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الو الو واش عم سام بيان؟ والله اني صولا خرجت صولاجي شويه. كيفا قلت لي لا غراش شويه سدري برك.
دير بقى هذا يروحوا للدوارنا هيا هيا سمع كلها هيا الو واش اسمه لباسه واش بيه شكو عنده كورونا انت وانتي لا راك تشوف فيا لا راك حب تحافظ على سلامتك وسلامة عائلتك خليك في دارك انت وانتي خليك في دارك خليك في دارك خليك في داركم